صخر الهيشم. استاذ صخر صباح الخير. بونجور يا استاذ. صباح الخير لك وللست ريتا اللي كيفك؟ انا استفدت لك كثير بغيابة عنا. والله انا اللي مشتقت لك. كل شيء تمام؟ يلا انا صرت برا. استاذ صخر حبيب القلب، حبيب القلب. استاذ صخر كنا حابينك نشوفك صوت وصوره، انما يبدو وضع الانترنت كارثه بالبلد. استاذ صخر بشو رح تبشرنا اليوم؟ لك حقيقه، انت بتعرف انه منذ حوالي سنه ونص تقريبا ريشي غدا عون حققت بدعوى بشكاوى عديده على مجموعه من المصارف بتهم عديدة منها كيفية التصرف بالهندسات المالية. نعم. والقروض من مصرف لبنان والتحويلات إلى الخارج. نعم. سواء من أعضاء مجلس إدارة أو من البيبس اللي هن أصحاب النفوذ. نعم. وكمان حققت برفع السرية المصرفية وجرم تبييض الأموال والتهرب الضرائبي. هي بكل جرائم رئيسي غدا عون عينت لجان خبراء فاتوا على المصارف السبعة الكبار اللي هن عم بتحقق فيهم، وإنه أكثر من سنة ونص بدققوا بالحسابات المصارف مع علاقتها بمصرف لبنان وعلاقتها مع الخارج. نعم. فمن بعد ما الخبراء حطوا تقاريرهم ودرستهم وعملت استجوابات مع رؤساء مجلس الإدارة وعملت استجوابات مع المسؤولين بالمصارف، أخذ القرار امبارح. أنا بعتبره قرار كثير مهم، بس لشغلة واحدة، لتبديد الأفكار الموجودة عند المودعين والرأي العام انه البنوك هن سرقوا المصارف. لا، تبين بالنتيجه انه في مصارف كانت عم بتحافظ على القوانين وعلى الودائع، ولكن الظروف العامه الماليه بالبلد هي اللي ادت الى هذا الانهيار. فامبارح الساعه 2 ونص بعد الظهر اخذ القرار الرئيسي غدا عون اللي انا بعتبره قرار كثير مهم. هلا هو بفصل دعوى المصارف عن بعضها، وبالتالي اصبح كل مصرف لحاله مش كله سوا دقمه. اخذت قرار امبارح بما يخص بنك لبنان والمهجر، وبتقول فيه انه بعد ما تبين لها من الخبراء انه ما في اي مخالفه اطلاقا سواء بالهندسات الماليه او بالقروض، اما السريه المصرفيه اللي رفعها البنك على كل الاعضاء مجلس الاداره وعلى رئيس مجلس الاداره وعلى جماعه البيبس كله سوا، اخذت قرار بحفظ الاوراق لعدم وجود شرم اطلاقا. وبالوقت ذاته طلبت من البنك انه يضل محافظ على علاقته بالمودعين سواء للناحيه الصحيه ام للناحيه المدارس والاقساط الجامعيه في الخارج، ومساعده الطلاب ومساعده المحتاجين. هذا قرار بدل الشغله وحده اساسيه، انه رئيسي غدا عون لا تستهدف احد. رئيسي غدا عون عم بتحقق بقضايا قانونيه، وبالاخر إذا وصلت لقناعة أن هناك جرم بتدعي، وإذا ما في جرم ما بتدعي. أستاذ بس خليني أفهم منك شغلة، عم بتقول أنه فصلت الملفات عن بعضها، هيدا الشيء حتى اللحظة يعني لا يبرئ ساحة المصارف، بطلوا دكمة، بس هيدا ما بيعني أنه كمان أبرياء من اللي صار فينا خلال هالثلاث سنين، صح؟ أنا اللي عم بقول لك أنه كل مصرف لحاله وكل مصرف ممتاز لحاله. ممتاز. أنا اللي عم بقول فصلت الدعوة عن بعضها فقط لانه هذا المصرف استوفى كل الشروط طبعاً اللي طلبتها القاضي غدا عون من الخبراء. صح، لانه اساسا بوقتها، صحح لي، بوقتها مش كل المصارف تعاونت مع القاضي غدا عون بتحقيقاتها، في مصارف تعاونت، في مصارف لم تتعاون وما راحوا على التحقيقات وما قدموا المستندات المطلوبه، صح؟ اللي عم تحكيه 100% صح، انه هون برجع بقول لك انه المصرف اللي بيتعاون مع الرئيس غدا عون بتاخذ فيه قرار حسب الظروف اللي فيها، مش هيك فصلتهم عن بعضهم، البنك اللي ما بتعاون هي بتدعي عليه، والبنك اللي بتعاون وبيقدم لك كل المستندات وكل الوقائع ساعتها بتاخذ قرار، وهذا القرار مهم كثير انه قدرت في بنك اليوم بلون بنك هو اكبر بنك بلبنان رقم واحد. نعم. ان كان بالودائع او بالشيف الدفاع. استاذ بس فينا ناخذ قرار نهائي قبل ما نطلع على مضمون التقرير الجنائي، التقرير الاولي؟ ما له علاقه التقرير الجنائي بقضيه العلاقه بين المصارف ومصرف لبنان. التقرير الجنائي بياخذ المؤسسات العامه للدوله،
لا بس لانه كمان التقرير الجنائي بده يحكي عن موضوع الهندسات الماليه، هو اللي بده يحسم هذا الموضوع. 100% الهندسات الماليه موجوده بمصرف لبنان وموجوده بميزانيات المصارف، والخبراء اللي عينتهم القاضي عون هن خبراء فاتوا على الهندسات الماليه وتاكدوا وتثبتوا بكيفيه المبالغ اللي اخذوها البنوك وكيفيه صرفها وكيفيه تحويلها. نعم. طيب انا بعد عندي سؤال بهذا الملف، معلش لو تقلت عليك يا استاذ، بس طبعا هو ما في مخالفه قانونيه بالتحويلات اللي صارت للخارج لانه ما عندنا قانون للكابيتال كنترول، بس برايك ما في مخالفتين كبار؟ اولا في فضيحه اخلاقيه، ثانيا في ناس استفادت من نفوذها وقدرت تحول هذه الاموال ولو ما في قانون بيمنعها، وفي ناس مثلنا المعترين علقت مصرياتها هون، هودي لوحدهم مش فضيحتين كبار؟ يعني في ناس وصلت لهم المعلومة، يعني في ناس عرفت انه رح تسكر المصارف ورح تصير الثورة حولت مصرياتها، والشعب اللبناني علقت مصرياته هون. اوكي بتقلي ما فيك قانون كابيتال كنترول، بس ما هي هودي فضيحتين لوحدهم. لا لك ما في شك اللي عم تحكي انت 100% صح، بس انا بدي اقول لك شغله، في بنوك من هلا باكد لك في بعض المصارف ليس لديها اصحاب نفوذ، ولا واحد من اصحاب النفوذ عنده حساب بهذه المصارف، ومن بيناتهم بلوم بانك اللي دقوا بكل الحسابات بالمصرف، ما عندهم يعني وزراء ونواب وكونتراكتر هم ما عندهم حسابات بهذا المصرف. هلا في بنوك تاني عندها حسابات، هيديك في قدر بالتحقيق ببين هودي اصحاب النفوذ كيف حولوا او ما حولوا. أكيد. انا اللي عم بقوله بهالموضوع اللي اخذته الرئيسي غادة عون الديريح، انه منك ما عم تتعامل مع المصارف دقمة، عم تتعامل مع كل مصرف لحاله. المصرف اللي وراءه ومستنداته والسرية المصرفية كشفت لها اياها حققت فيها، ما لقيت مخالفة حفظت الاوراق. يعني ضحضنا قصة انه هي تتعامل بكيدية وفي شيء مسبق مع المصارف وفي ارادة لتدمير القطاع المصرفي، سقطت هذه الاتهامات. هيدي سقطت بهذا القرار، وكمان سقطت شغلة مهمة كثير اللي بنسمعه كل يوم وبيهاجموا المصارف وبيكسروها، انه المودعين يفهموا انه مصرياتهم صحيح المصارف مسؤولة جزئيا عن هذه عن الانهيار، انما معلش شيء ريت الانهيار الكبير هو مسؤولية على مجلس النواب وعلى النواب اللي كانوا ياخذوا قوانين وياخذوا اموال من مصرف لبنان ويدينوها للدوله، والدوله تدفع تصرفها على الكونتراكتر وعلى كل شيء وعلى الهدر المال العام وعلى الموظفين وما الى ذلك. والله هيدا نقاش طويل، عبالنا نعمل حلقه طويله مع استاذ صخر. اذا الله راد نحن كمان اشتقنا لك، لانه هيدا نقاش طويل. انا مني كثير موافقه، مني كثير موافقه على قصه تجنيب المصارف المسؤوليه. لا ما قال تجنيب، يقع جزء، يقع جزء تتحمل جزء من المسؤوليه، مش كل المسؤوليه. 100% انا بقول لك هلا حاليا المسؤوليه الكبرى على وزاره الماليه وعلى مجلس النواب. اوكي، شكرا لك استاذ صخر الهاشم المحامي. شكرا لك.